بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب تدعيم صفوف القلعة الحمراء بظهير أيمن وظهير أيسر ولاعب خط وسط مدافع، حال الموافقة على رحيل إليو ديانج، وذلك لتنشيط تلك الخطوط في ظل تراجع مستوى اللاعبين الحاليين في تلك المراكز. أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك رفض عقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، مطالبا بعقد الجلسة مع وكيله وشقيقه، وذلك لاعتراضه على فكرة التجديد لمدة 6 أشهر مع البيت الأبيض تمهيدا للرحيل لأحد الأندية القطرية. معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري قرر الاعتماد على المدافع التونسي هيثم العيوني في مركز الظهير الأيسر حتى نهاية الموسم الجاري لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز عقب رحيل أحمد شديد إناوي. تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز ينتظر الوقت المناسب لتجهيز تقريره الفني عن الفريق لتقديمه إلى مجلس إدارة النادي لتحديد أسماء الراحلين والمراكز التي يحتاج إلى تدعيمها استعدادا للموسم المقبل. مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك المعار إلى سموحة رفض الاستمرار الموسم المقبل مع الفريق السكندري عقب تلقيه أكثر من عرض جاد من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا للانضمام إلى أحدهم في الموسم الجديد.